معانا بعض الارقام تانية، هي ارقام تحليليه لعيبه النادي الاهلي خلال الموسم كله. يعني احنا عندنا مثلا الهداف وليد سليمان 8 اهداف، صانع اهداف الفريق قفشه 6 اهداف، اهداف بالراس النادي الاهلي جاب 9 اهداف منهم 3 اهداف لوليد سليمان بالراس، تصويب على المرمى اكتر اللاعبين تصويبا على المرمى قفشه 22 تصويبه، تصويبه في العارضه 13 تصويبه في العارضه ومنهم قفشه 6 تصويبات، ضربات الجزاء 12 للنادي الاهلي بينهم 5 لعلي معلول جاب منهم 4 اهداف، العرضيات محمد هاني 106 عرضيات، التمريرات الصحيحه علي معلول 1161 تمريرة صحيحة بنسبة 80%، تمريرات بينية برضو علي معلول 48 تمريرة بينية، مراوغات صحيحة قفشة 60 مراوغة صحيحة، استخلاص الكرة أيمن أشرف صاحب الرقم القياسي 212، قطع تمريرات محمد هاني 146 تمريرة قطعها، التحامات هوائية رامي ربيعه 72 التحام. النقطة كمان المهمة هنا يمكن هاني يتكلم عليها باستفسار، تحية خاصة لوليد سليمان. ايوه. بأمانة يعني من أفضل، رغم إن هو وقت لعبه قليل، لكن من أفضل اللعيبة اللي كانت مؤثرة. أنا مش عايز أقول هو بديل، لأنه هو وليد ده طبعا نجم كبير وأساسي طول عمره، لكن هو كان اللي بينزل في فترات النادي الأهلي بيبقى مزنوق فيها أو محتاج لعيب يبقى مؤثر، ففعلا كان مؤثر جدا 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 مع النادي الأهلي هذا الموسم، من اللعيبة اللي أجادوا رغم ان هو ما بيلعبش اساسي بصفه دايما. فتحيه يعني خاصه ليه وبقيت طبعا الفرقه كلها، مش عايز انسى حد، يعني احنا اتكلمنا على ناس كتير، لكن في النهايه جهد اتبذل من الجميع، وربنا يكرم ان شاء الله بكره وفي مباراه النهائي ان شاء الله باذن الله رب العالمين.